هذه المدة هذه، كما أدعوكم من قراءة الفاتحة على روح مولة بعفوية والدة أخينا محمد كريمين رئيس فريق الاستقلال. النقطة الرابعة عشرة الدراسة والمواقع
وافق على ملحق صحفي الشركة مساعد قدير بانس المدرسة العليا لتكنولوجيا بمدينة سيدي بن نور. تصويت نعم. نعم. والنقطة الخامسة عشرة الدراسة والموافقة على مشروع صحفي الشركة بشأن إنجاز أشغال سيئة مقبرة مشتركة بين الجامعة الجربية التابعة لأمانة محمدية في المقاربة العامة سنس المقاربة ومستودعات الأموات من مجموعة صلاح الجهة. التصويت بنعم. نعم. إذا الإجماع. وبالتالي نكون قد أنهينا التصويت على هذه النقاط كلها ونمر إلى النقطة السادسة عشرة والسابعة عشرة التي تتعلق بالبرمجة وإعادة برمجة اعتمادات الجزء الثاني من الميزانية. والنقطة السابعة عشرة تتعلق بإعداد ميزانية ملحقة تكون مشتركة للمنتخبات والمنتخبين بطبيعة الحال.